بونجور ا توس، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية على قناة سيلينغو. درسنا اليوم رح ناخذ الفعل يأخذ لو فيرب بخونتر مع اهم الجمل اللي مستخدمه فيها، لانه هو مو بس فعل بخونتر بيجي بمعنى يأخذ له عدة جمل وتعبيرات بنستخدمها فيه، رح نشوفهم مع بعض. اول شي رح ناخذ الكونجيغيزون دو لا فيرب بخونتر او بريزون. مثل ما بنعرف انه تصريفه بيتغير معنا حسب الضمير. Je prends, je prends, te prends, te prends, il, elle prend, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Ils avec s, elle avec s prennent. مثل ما ملاحظين مع je te نفس الكتابة نفس اللفظ je te il elle الكتابة بتختلف بس نفس اللفظ prend prendre prendre prénom prenez prennent. لفظ لهم بو اف الاو ان تي ما بنلفظها مع ال ال افيك اس وال ال افيك اس برين. هلا رح ناخذ اهم الجمل والتعبيرات اللي بدنا نستخدم مع الفعل بخونتر باللغه الفرنسيه. عندنا مثلا بخونتر لو ترانسبورت، بدنا نحكي انه انا اخذت وسيله نقل او وسائط نقل، بمعنى يستقل ياخذ او يركب وسائط النقل او وسائل النقل. بخونتر لو ترانسبورت. هلا بناخذ امثله عليهم. prendre en décision prendre en décision ياخذ قرار. prendre le risque prendre le risque يتحمل مخاطره او يخاطر. prendre la chance prendre la chance يغتنم فرصه. prendre quelqu'un prendre quelqu'un ياخذ شخص ما. prendre un emploi prendre un emploi ياخذ او يحصل على وظيفه. prendre un repas prendre un repas تناول وجبه طعام او ياخذ وجبه طعام. prendre un poisson prendre un poisson ياخذ مشروب او شراب. prendre des renseignements prendre des renseignements il y a ياخذ معلومات. prendre destination prendre destination ياخذ وجهه. هون عم نحكي على الوجهه الجغرافيه تبع اليمين يسار مو وجهه النظر. رح ناخذ امثله على اول تعبير بنستخدم فيه الفيرب بروندر اللي هو بروندر لو ترانسبورت اللي هي يستقل او ياخذ او يركب وسائل نقل. كل وسيلة نقل أنا باخذها إن كانت بوس، مترو، فواتور، ترام، ترين، أفيون، كل وسائل النقل نستخدم فيها الفير بروندر. Je prends le bus pour aller au travail. Je prends le bus pour aller au travail. أنا أركب الباص للذهاب إلى العمل. لو أنا أخذ الباص للذهاب إلى العمل، نحن بالعامية بنقول أنا باخذ الباص لروح على شغلي، فهي تقريبا نفس المعنى، نفس الفكرة. Je prends le bus pour aller au travail. Je prends ma voiture pour aller au cinéma. Je prends ma voiture pour aller au cinéma. أنا أستقل سيارتي للذهاب إلى السينما أو أنا أخذ سيارتي للذهاب إلى السينما. prendre une décision prendre une décision يأخذ قرار أو يقرر. prendre un poisson prendre un poisson يأخذ مشروب أو شراب. on pourrait prendre un café ou thé un jour. On pourrait prendre un café ou thé un jour. يمكننا أن نتناول القهوة أو الشاي في يوم من الأيام. وكمان نفس الفعل بنستخدمه وقت نكون بمطعم ونطلب شيء، فنقول je veux prendre un café أو je veux prendre un jus d'orange عصير
برتقال أو أي أو أي مشروب آخر. prendre des renseignements. prendre des renseignements. يأخذ معلومات أو يجلب معلومات. vous inquiétez pas, je vais prendre des renseignements sur lui. vous inquiétez pas, je vais prendre des renseignements sur lui. لا تقلق سوف آخذ معلومات عنه أو سوف أحضر أجلب معلومات عنه يعني بالعامية رح أدرس عنه. prendre une destination. prendre une destination يأخذ وجهة. au rond-point suivant prendre à droite. au rond-point suivant prendre à droite. في الدوار التالي انعطف يمينا. après le pont prendre à gauche. après le pont prendre à gauche. بعد الجسر انعطف يسارا. prendre à droite ou prendre à gauche. وفي نهاية درسنا لليوم بتشكركم على المتابعة وكل الجمل اللي أخذناها اليوم رح تلاقوهم بجدول خاص فيهم على موقع سيلينجو رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف مشان تقدروا تضيفون لجداولكم وتدرسون وتحفظون. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب للقناة تفعلوا زر الجرس وتعملوا شير لرفقاتكم اللي عم يتعلموا فرنسي وبتمنى لكم كل التوفيق وبشوفكم بفيديوهات قادمة. إلى اللقاء.